أعزائي مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد، نصطحبكم اليوم من محافظة عجلون في رحلة سياحية، مسار درب الزيتون السياحي الزراعي، والذي ينطلق من أمام المركز الثقافي في محافظة عجلون في جولة في ربوع محافظة عجلون. في عجلون اليوم لدينا يعني ضيوف قادمين إلينا من عمان، من أماكن أخرى، من وزارة الثقافة، مؤسسات شريكة ومهتمة بهذا الجانب. سنمر على العديد من الأماكن، منها طبعا منطقة مار الياس التي نحن فيها الآن، وهذه المنطقة طبعا التاريخية والتراثية والأثرية والدينية أيضا، وهي تعد إحدى محطات الحج المسيحي الموجودات في الأردن بشكل عام، ومنها محطتين في محافظة عجلون، كنيسة سيدة الجبل وهذه الكنيسة، وأيضا تطل على منطقة تاريخية مهمة هي منطقة الاستب. هذه المنطقة أيضا التي يوجد فيها مسجد أموي قديم، وهي تعد يعني أيضا مكان أثري مهم، سميت الإتشيا القديمة. أيضا سنستمر في هذا المسير وصولا إلى منطقة الميسر في بلدة الهاشمية، وهذه المنطقة طبعا تمثل حقل للمهراس وشجر الزيتون المعمرة، وهي مكان مهم جدا وأصبح موّل أيضا لزيارات العديد والاهتمام. ثم أيضا سنزور مواقع وقرى تراثي دير الصمدي الشمالي والجنوبي، أيضا إلى قرية الوهادني وفيها متحف تراثي أيضا يعني شكل من قبل مديرية ثقافة عجلون وجمعية الوهادني للتراث. أيضا هناك أمكنة أخرى منها قلعة عجلون التاريخية والمشهورة والمعروفة، وأمكنة كثيرة. طبعا الهدف من ذلك ومن هذا المسير حقيقة تسليط الضوء بأبعاد مهمة على هذه الأمكنة التراثية والتاريخية وشجرة الزيتون المعمرة، لما لها من قيمة عند المواطن العجلوني وأيضا بالتأكيد المواطن الأردني بشكل عام. اليوم نحن في عجلون ضمن مسار الزيتون المعمر ومسار عجلون واحد. اليوم تحتفل المملكة بموسم قطاف الزيتون، وفي هذه المحافظة المليئة بالأثر الطيب وبالمنتج الوطني خاصة في مجال الزيتون والسياحة الثقافية، أثرنا أن نطلق هذا المسار ضمن مساراتنا الثقافية التي تطلع بها مديرية التراث في وزارة الثقافة. نهدف يعني بعمق أن يتم تعريف نخبة المثقفين والمبدعين من كتاب وأدباء وشعراء ومفكرين وحتى كتاب الأدب على هذه المواقع، لعلها يعني تترك أثرا ويتم إنتاج أثر ثقافي من خلال هذه الزيارات. خربة الوهادنة وهذه القرية الغارقة في التاريخ والمحافظة على تراثها وعلى ثقافتها، وهي رافعة من روافع الثقافة في محافظة عجلون لوجود البيوت التراثية القديمة فيها، وموجود فيها متحف الوهادنة للتراث الشعبي. هذا المتحف الذي تأسس على أيدي نخبة من أبناء وبنات الوهادنة المهتمين بالتراث الشعبي. طبعا احنا نعمل تحت مظلة وزارة الثقافة، ومديرية ثقافة عجلون لها يد كريمة علينا بمساعدتنا ودعمنا. استطعنا أن نجمع أكثر من 1200 قطعة تراثية من التراثيات التي كانت تستخدم من قبل آبائنا وأجدادنا. كان هذا اليوم مسار بدايته مسار مميز لمدينة عجلون، مدينة عجلون المشهورة بالسياحة، المشهورة بالزراعة، والمدينة مدينة الغابات، مدينة جميلة جدا. لاحظنا حراك ونشاط رائع جدا في المناطق السياحية في هذه الزيارة. على
عجلون عاصمة الزيتون الأردنية لعام 2024. عجلون هي مهد الزيتون وحضارته وأصالته. كان اليوم المسار السياحي جميل جدا، كنا في المركز الثقافي في لعجلون، وأيضا في المهراس في منطقة الميسر، زرنا الجدات المباركات وزيارة معصرة، لأن هذا افتتاح لموسم الزيتون، والآن نحن في قلعة العز، قلعة عجلون. وبعد جولة سياحية شملت معظم المناطق السياحية في محافظة عجلون، انتهى المسار السياحي بقلعة عجلون التاريخية. محمد سالم القضاء، التلفزيون الأردني، لبرنامج يوم جديد.